جزء كبير من متعتي بالحياة اتاخد مني، وما اعتقدش ان انا هعرفه بشكله الطبيعي يعني ابدا. احساسي بالانوثة اللي هو اللي موجود دلوقتي انا ما اعرفش غيره، فما اعرفش لو كان، لو ما كنتش مختونة كان هيبقى ايه، ما عنديش فكرة. بالنسبة لي فاهمة كأن حد بيضربك مثلا، أو أنت مش فاهمة إيه اللي بيحصل في السن ده، أيا كان إيه الحدث اللي بيحصل لك فأنت مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبعدها بتبقي متكتفة مثلا أسبوعين ثلاثة علشان الجرح يخف. وأنا الختان اللي اتعمل لي هو ختان فرعوني، مش ختان حتى مش السني أو اللي هو البسيط، لا ختان فرعوني، فبياخد وقت كبير جدا في الريكفري. بصي هي برضو مش معاناة عاطفية على قد ما هي مع الوقت بقى ببتدي اعرف، او ببتدي اخد بالي انا بقى في نفسي انه انا ما عنديش اي معيار للعلاقات، يعني في الانجذاب البحت ما عنديش اي معيار. انا لو الشخص ده عاجبني مثلا هحبه، مش عاجبني مش هحبه، لكن المؤشرات الطبيعية اللي هي بقى اللي ربنا مثلا بيبقى حاططها فيكي او كده يعني مش موجودة. والجنس برضو بيبقى مش ممتع، هو مش هيأثر على قراري في الارتباط أو في الجواز على قد ما هيتطلب إنه الطرف التاني يبقى متفهم لطبيعة حالتي يعني، ويبقى عنده استعداد إنه هو يعرف يبسطني. لأنه الستات المختونات عادي بتبسط، بس بتتطلب إن الشخص يكون واعي وحابب إن هو يبذل مجهود أكبر عن الشخص الطبيعي. في السودان السن اللي بيبدأوا فيه موضوع الختان ده أعتقد من بدري جدا، زي ما حصل لي يعني من أول مثلا ما الطفلة تبتدي تمشي على رجلها وكده. وهم برضو بيفضلوا إن هم يعملوه للبنات هم صغيرين علشان إيه، يعني ما تقاولش معاهم كتير وتخف بسرعة وتنسى بسرعة. أعتقد إنه جزء كبير من اللي ممكن يموت مخاوف الرجالة والستات في موضوع الختان ده إن إحنا يبقى عندنا ثقافة جنسية، وثقافة جنسية دي تبقى بتتدرس في المدارس من سن صغير، من سن المراهقة أو من قبل سن المراهقة على طول، علشان الطفلين الولد والبنت يبقوا عارفين جسمهم، ويبقوا عارفين إن هم لو طوعوا رغباتهم اللي هي لسه بتتشكل في سن المراهقة دي وعملوا حاجة هتبقى ايه تبعتها، طب خلاص ضاقت بينا قوي وعايزين نعملها، طب نحمي نفسنا ازاي، نحمي شريكنا ازاي، ما نحملش، ما ننقلش امراض، ما ناخدش امراض جنسية، او ما ننقلش امراض جنسية لحد تاني. انا كسودانيه يعني او كبنت او ست سودة عايشه في مصر بيعرضني للتنمر والتحرش كتير جدا، يعني فوق ان انا ست فانا ست وسودة، وبيعتبروني مسيحيه علشان هما بيعتبروا ان اغلب الافارقه مسيحيين، فانا بالنسبه لهم كده لميت ايه كل الاقليات اللي ممكن تتلم في شخص واحد، فبقيت بسمع تعليقات كتير سيئه جدا بخصوص لوني، بسمع تعليقات جنسية كتير بخصوص لوني، علشان في أسطورة كده عن الأفارقة ان هم يعني في الجنس وكده جامدين، يعني بسمع ده بشكل فج جدا في الشارع، حد يقول لي ما تيجي معايا عشان انتي سودة والكلام ده.